جزاكم الله خيرا. تقول فضيلة الشيخ: إذا نسيت في صلاتي التشهد الأول ماذا يلزمني؟ إذا نسيت التشهد الأول فإن ذكرت قبل أن تعتمدي قائمة فإنه يلزمك الجلوس والإتيان بالتشهد الأول، أما إذا اعتمدت قائمة أو شرعت في القراءة فلا يجوز لك الرجوع، لا يجوز لك الرجوع، بل تستمرين وتسجدين للسهو قبل السلام، تسجدين سجدتين للسهو قبل السلام جبرا لترك التشهد الأول. نعم.